بقى بيبعث لي اوردر، يعني يكتب لي شيء يثبت انه عنده امتحان حسب واجب، يبعث لي عشان اشيل انا فيه. الله يعطيكم العافية شباب، اليوم إن شاء الله راح نبدأ بشابتر جديد، موضوع جديد اللي هو اسمه Principle of Momentum. طيب هو في Non-Linear Impulse and Momentum؟ آه في. هل مطلوب منا؟ لا مش مطلوب. عندنا إحنا Linear وعندنا Angular Impulse and Momentum. Angular Impulse and Momentum موجود في الكتاب، موجود في الشابتر، ما بدنا ناخذه. بدنا بس ناخذ the principle of linear impulse and momentum للتسهيل وللإفادة. خلينا نتعرف اليوم على شيء اسمه linear momentum and impulse. ايش يعني momentum وايش يعني impulse؟ momentum بالعربي اسمها الزخم، مش moment، مومنت العزم، هاي اسمها الزخم. امبلس، امبلس الطرق او تطبيق قوة على جسم في وقت محدد او الدفع، طرق او الدفع، يعني تطبيق قوة معينة مش بشكل دائم في وقت محدد. هذا هو المومنتم وهذا هو الامبلس. إذا المومنتم هو الزخم، وهو بالعربي كمية التحرك، بالعربي يعني تفسير الزخم كمية التحرك، واللي هي كقانون رياضي. انتوا شباب سامعيني؟ اللي هي قيمة الماس في فيلوسيتي، الماس في فيلوسيتي هاي كمية التحرك. بحيث انه معدل التغير في مومنتم، في اللينير مومنتم بيطلع معنا ماس في اكسلريشن اللي هو قانون نيوتن الثاني. لذلك نيوتن الثاني ما حكى انه القوة تساوي ام في، حكى rate of momentum equal force، rate of momentum equal force بس، يعني دي ام في في باي دي تي equal m تساوي force. هذا هو linear momentum. اما الامبلس فهو زي ما حكينا تطبيق قوة على جسم في فترة محددة، واذا كانت الفترة هاي الفترة قصيرة جدا جدا نسميها impact. impact يعني الطرق، يعني كيف دقت شاكوش على مسمار، هي قوة بتلامس الشاكوش، المسمار بلامس الشاكوش في جزء صغير من الثانية، يعني هي impulse ولكنها impulse في وقت قصير جدا. هذه اسمها خصوصية بسموها impact، طرق. أما الimpulse بشكل عام هو تطبيق قوة على جسم في وقت محدد. نجي نشوف بعض التعريفات ممكن تفيدنا. Linear impulse momentum equation is obtained by integration. احنا حكينا ان مشتقة المومنتم قانون نيوتن الثاني اللي هي equation of motion. طب تكاملها linear impulse of momentum equation is obtained by integrating equation of motion. اذا بتكامل equation of motion بطلع معانا، بطلع معانا linear impulse and momentum equation واللي هي راح نشوفها كمان شوي. اذا equation of motion اللي هي قانون نيوتن الثاني، مجموع الفورس equal m في a، اذا طبقناها وعملنا عليها integration with respect to time بطلع معانا linear impulse and momentum.
السؤال الثاني، هاي القانون لما نطلعه راح نكتشف انه كل البراميترز فيه ما عدا باراميتر واحد مش موجود، لذلك which parameter is not involved in linear impulse and momentum equation. الفلوسيتي موجودة والتايم بيكون موجود والفورس موجود، اللي مش موجود displacement. أمثلة أو تطبيقات زي ما حكينا، هذا العامل قاعد بعمل بيصلح بودي مثلا مطعوج هذا، وقاعد بعمل عليه طرق. هذا جهاز بفحصوه بيستخدموه في المحلات تصليح البودي، فبعمل بسحب في الحديد فبعمل زي نوع من الامباكت أو طرق بسحبها على، يعني بيبذل قوة في وقت محدد، هذا بسموه امباكت. هاي بعض الامباكت أيضا، هذا شاكوش قاعد بيضرب بالرد أو بالمسمار أو بالوتد. عملية الطرق هذه امبلس، عملية الطرق امبلس، لأنها قاعدة بتصير تطبيق قوة في وقت صغير. الآن the next method to consider solving kinetic problems is obtained integral equation of motion. إذا إحنا الآن بدنا نكامل the equation of motion with respect to time. إذا زي ما شفنا في الكويز إنه the principle of linear impulse and momentum equation جايتني من وين؟ جاي من the integration of equation of motion بالنسبة للزمن. والنتيجة اللي راح تطلع، راح يطلع معنا principle of impulse and momentum زي ما حكينا، وهاي المعادلة اللي راح تطلع راح يكون فيها force و velocity و time، وما راح نلاقي فيها distance، لذلك distance is not involved in this chapter. وبعد شوي قاعد بقول لك راحين نعرف الامباكت taking up later section. الامباكت هو impulse، مرة ثانية الامباكت هو impulse، ولكن impulse في زمن صغير جدا، يعني كل impact impulse وليس كل impulse impact، يعني الامباكت هو impulse لكن هو impulse في زمن صغير جدا. خلينا نشوف equation of motion كيف عملية الديريفيشن والاشتقاق. F of F مجموع F تساوي M في A، هاي الإكواشن of motion قانون نيوتن الثاني. جينا على A تعريفها dV by dt، ماشي. عملنا separation of variable F dt M dV، تطلع معانا مجموع F dt تساوي momentum النهائي ناقص المومنتم النهائي، طبعا البدائي هذا V اللي هي الفيلوسيتي، V اللي هي الفيلوسيتي. إذا مجموع الفورسز كلها تكاملها بالنسبة للزمن يساوي فرق المومنتم. المومنتم زي ما عرفنا قلنا المومنتم اللي هي الزخم MVV، الزخم النهائي ناقص الزخم الابتدائي. ولو جينا رتبنا المعادلة وطلعنا M V1 لبرا تطلع معانا M V1 زائد مجموع T تكامل T من T1 ل T2 F DT تساوي M V2، علما انه M V1 اللي هي هذا التيار صوت بيطلع عند الكل ولا عندك لحظات؟ هذا رجع بعده بيقطع بيقطع عند الكل دكتور، عند الكل دكتور. واحد يجاوبني لسه بيقطع ولا خلاص؟
هسه تمام. طيب اذا هذا التيرم اسمه الامبلس، وهذا التيرم اسمه المومنتم النهائي، وهذا التيرم اسمه المومنتم الابتدائي. اذا كلمه مومنتم معناتها كتله في سرعه، وكلمه امبلس هي تكامل اف دي تي. واذا كانت اف كونستانت بتصير اف في تي، تي تو ناقص تي 1. واذا كانت اف فانكشن اوف تي بدك تكاملها زي ما هو كاتب لك. اذا اللينير مومنتم هو فيكتور اسمه ام بي في، ام بي في هذا هو اللينير مومنتم اللي هو الزخم الخطي. وهذا الام بي في برمزوا له برملز ال، وهو فيكتور. ليش فيكتور؟ ناتج عن ضرب سكيلر ضرب فيلوسيتي اللي هي فيكتور. اذا بيطلع معنا جوابها فيكتور. اذا هذا فيكتور، هذا الفيكتور بنفس الدايركشن للفيلوسيتي ال، بنفس اتجاه في ال، بنفس اتجاه في، لانها مضروبه فقط في ماس اللي هي كتله. وحدتها كيلوغرام متر بير سكند، كيلوغرام متر بير سكند او سلج فيت بير سكند. شو سلج؟ سلج اللي هو الباوند على جي اللي هو 32.2 اسمه سلج. وحده الماس في البريتش يونت سلج، وحده الماس في البريتش يونت. لكن منكم اللي بروح على امريكا او بروح على بريطانيا ما بروح بقول والله اعطيني 2 كيلو سلق موز، لا بدي 2 باوند موز. بتعامل مع السلق على اساس انه باوند. لذلك عندهم شو بيقولوا؟ باوند ماس وباوند وبس. كلمه باوند وبس معناتها وزن، وزن. طب باوند ماس قصدهم سلق اللي هو وحده كتله. لذلك تروح غاد تشتري عندهم بالباوند اللي هو قيمته 0.52 كيلوغرام، يعني تقريبا نص كيلوغرام الباوند، باوند ماس اللي هو سلق. لذلك لما بتروح عندهم في بريطانيا او امريكا على محل خضره ولا بتشتري سكر ولا بدك تشتري، ما بتلاقي كاتبين، او حتى المعلبات اللي بتجي من عندهم والمنتجات ما بكون كاتب لك والله هذا الويت او الكذا سلق الماس، ما بقول لك سلق، كنت كاتب لك باوند. هسه في حسابات العلم سلك اللي هو هاي وحدة ماس تدافئ وحدة الكيلوغرام. لينير امبلس زي ما شفنا اللينير مومنتم، في عنا اللينير امبلس اللي هو تكامل اف دي تي ورمزه اي. اذا اللينير مومنتم رمزها ال اللي هي الام في في، واللينير امبلس رمزه اي، باخذ رمز اي. وهذا الفيكتور كمان شو measuring the effect of force during the time interval of action. يعني هذا الفيكتور هو كميه القوه المقاسه والمؤثره على جسم في خلال فتره محدده زي ما عرفنا. اي acts in the same f، كمان اي اتجاهها بنفس اتجاه اف، لانها اصلا اف دي تي هي اي. ايضا وحدتها نيوتن سكند، نيوتن في سكند. لاحظ نيوتن مقابلها باوند مش سلق، باوند يعني وحده قوه في سكند. اذا هون نيوتن في سكند، هون باوند في سكند، لكن هون كيلوغرام لاحظ هون نيوتن سكند باوند في سكند، وحدة قوة مع وحدة قوة، وحدة قوة مع وحدة قوة. بس هذول الوحدتين نفس الإشي تقريبا. لو بدك تروح تشتغل عليه تفك النيوتن اللي هي كيلوغرام
في متر بير سكند، تربيع تروح سكند مع سكند تطلع نفس الوحدة. عشان كيف بدنا نصير نجمع، لازم لما نجمع بدنا نجمع أشياء متوازنة ومتكافئة بالوحدات. طيب الآن الإمبلس ممكن زي ما حكينا بيكون الفورس ثابتة، ممكن الفورس تكون متغيرة. يعني أنا لما بدق في شاكوش أو بدق أو ببذل فورس على جسم، قد تكون قوتي على هذا الجسم ثابتة، وممكن تكون أبدأ قليل بعدين أزيد أزيد بعدين أرجع أقلل. إذن هي قد تكون متغيرة وقد تكون ثابتة. إذا كانت متغيرة بكون مثلا هذا شكلها بهذا الشكل، وإذا كانت ثابتة بتكون T constant زي المربع أو مستطيل، وبتكون قيمة I F T2 ناقص T1. طيب إذا كان هاي القوة بهذا الشكل وأنا مش عارف الفانكشن شو شكله، مش عارف الفانكشن، ما بقدر أعرف الفورس بالضبط. بعرف إشي اسمه الأفريج فورس. أفريج فورس يعني بفترض إنه خط مستقيم وبنجيب الفورس الأفريج بحيث إنه يكون شكله ثابت. يعني قديش والله الأفريج فورس بحيث إنه تكون I تساوي F أفريج في T2 ناقص T1. راح نشوف. الآن هاي القانون شو بقول اللي عملنا له ديريفيشن، المومنتم الابتدائي زائد الإمبلس من تايم 1 لتايم 2، وهو القوة المؤثرة على الجسم في وقت محدد، يعني من تايم 2 من تايم 1 لتايم 2 بانترفال محددة بفترة محددة، يساوي المومنتم النهائي. هاي هي البرنسيبل اوف لينير امبلس اند مومنتم، هاي العلاقة ما بين الامبلس والمومنتم. اذا كمان مرة، الزخم الابتدائي زائد الامبلس يساوي الزخم النهائي. طيب خلينا نشوفه على المومنتم دياجرام. في مومنتم دياجرام في وينه، هاي القوة ام في في او اتجاه في بهذا الاتجاه، هذا اسمه لما حطينا الفيلوسيتي ضربناها بالماس صارت مومنتم، هذا اسمه صار مومنتم دياجرام، زائد القوة الموجودة عندك كاملة في تي تي هاي اتجاه. اذا المومنتم الابتدائي زائد الامبلس دياجرام يساوي الفاينل مومنتم دياجرام اللي هو المومنتم النهائي اللي هو الفاينل مومنتم. اذا المومنتم الابتدائي زائد الامبلس الذي يؤثر على الجسم في قوة في فترة محددة، وهي الفترة من T1 ل T2، يساوي المومنتم النهائي أو الزخم النهائي. الآن إذا ملاحظين هاي المعادلة عبارة عن فيكتور إكويشن. فيكتور إكويشن شو يعني فيكتور إكويشن؟ معناته في لها اتجاهات، إلها واحد باتجاه X ومعادلة باتجاه Y ومعادلة باتجاه Z. إذن هاي عبارة عن 3 scalar equation x y z. طب بقدر أشتغل عليها كمان على r وثيتا، وبقدر أشتغل عليها tangential normal. نعم بقدر، حسب الكوردينات اللي عندك تشتغل عليها. نعم بقدر، لكن إحنا بدنا نشتغل عليها بالفترة هاي فقط على rectilinear coordination اللي هي المومنتم الابتدائي باتجاه X زائد الامبلس ما بين الامبلس ما بين الفترة T ل T2 باتجاه X يساوي المومنتم النهائي باتجاه X، وما ينطبق على X ينطبق على Y، وما ينطبق على Y أيضا ينطبق على Z. إذن أخذنا من الفيكتور إكويشن 3 سكيلر إكويشن، صار عندي ثلاث معادلات. طريقة الحل كيف بدنا نشتغل بالحل؟
أول شيء establish x y z coordinate. بدنا نحدد أحداثي، بدنا نحدد المحاور، محور x محور y محور z، ونثبت. بعدين نعمل free body diagram ونحدد عليها الاتجاهات. وبعدين بدنا نعرف الانيشال والفاينل فيلوسيتي، بدنا نعرف السرعه الابتدائيه والسرعه النهائيه من خلال drawing impulse and momentum diagram، اللي هي هذا الامبلس دايجرام وهذا المومنتم دايجرام. ويكون مبين عليهن اللينير مومنتم ومبين عليهن الفورس امبلس فيكتور. بعد هيك نحلل المومنتم ونحلل الامبلس على المحاور. اذا بتعامل مع 2 دايمنشن على اكس وعلى واي، اتعامل مع 3 دايمنشن اكس واي زد. بعد ما احللهن بعدين بجيب المعادلة، بقول اللي هنا المعادلات هاي بطبق عليها M في VX1 زائد FX DT يساوي M في X2 أو VX2، وبطبق على X وبطبق على Y وبطبق على Z. خلينا نطبق هذا الكلام على مثال ونشوف كيف نعجزه بالأمثلة حتى الفكرة تتوضح. مين له سؤال قبل ما أروح على الأمثلة؟ مين له سؤال؟ طيب، في عندنا قبل ما نقرأ السؤال نحكي عنه شوي. عندنا صخرة، حجر كبير، طبقنا عليه قوة قيمتها 200 نيوتن بزاوية 45 درجة عن الهوريزونتال لمدة معينة. بسأل كم سؤال، بسأل شو السرعة النهائية تبعته، بسأل شو النورمال فورس، بسأل بعض الأسئلة. خلينا نشوف، نقرأ السؤال ونشوف شو بسأل. 100 كيلوغرام ستون، وزن هاي الصخرة 100 كيلوغرام. شلون انت تقرا originally at rest؟ originally at rest ايش يعني بستفيد منها؟ بستفيد منها انه v10. طب v10 معناته ام v1 المومنتم الابتدائي 0. لاحظ شو استفدنا. اذا originally at rest اخذنا منها معلومه انها v10 وام الكتله 100 كيلوغرام ضرب v10، اذا المومنتم الاولاني 0. اي قبل ما نحلها مشان نشوف M V 1 هي هزيه. ليش؟ من كلمة تريست. واللي ما بيعرف يطلع هاي المعلومة من الكتاب يضع، خلص أخذ زيرو على السؤال، صفر. لذلك زي ما حكينا الكلام له معنى، افهم السؤال. On the smooth horizontal surface، smooth يعني ما عندي friction. If towing force، إذا كان عندي قوة جر of 200 نيوتن، قوة جر 200 نيوتن acting an angle 45 degree is applied to the stone for 10 seconds، إذا طبقناها على الحجر في 10 ثواني فقط. إذا هل ينطبق عليها الكلام impulse؟ نعم، هي قوة طبقت على جسم في فترة محددة. بلشنا من الصفر T0 حتى وصلنا T 10. إذن هذه قوة بلشت من صفر ل 10 ثواني، إذن هي impulse. impulse قوة الدفع. طيب determine the initial velocity and normal force which the surface exerts on the stone during the time interval. Sorry, determine the final velocity، بده السرعة النهائية. الآن إذا أنت شايف نحدد الأحداثيات X وحددنا Y، السرعة رايحة باتجاه X لأنه ما راح يطلع للأعلى، ما راح يتحرك للأعلى. طيب خلينا نشوف، نطبق القانون
بما أن الحركة فقط المومنتم رايح باتجاه X، معناته بنجي على معادلة X، معادلة X اللي هي هيها أي الأولانية M VX1 زائد مجموع FX DT من T1 ل T2 يساوي M VX2. هاي المعادلة الأولانية من اللي نشتغل عليها، هاي M VX1 واللي قلنا start from rest 0 زائد القوة عبارة عن 200 كوساين ال 45 حللناها بعد ما عملنا الفري باي دياجرام. هاي عندي قوة قيمتها 200 كوساين 45 وعندي الوزن وعندي رد الفعل، عندي ثلاث قوة، بدنا ناخذ كل القوة الثلاث باتجاه اكس. ما في عندي غير 200 كوساين 45، ال 900 اللي هو الوزن والنورمال هذول الاثنين عموديات على واي اكسس. انا ما بشتغل على الواي، بشتغل على اكس الان، بس هي الان بشتغل على اكس. اذا ام في 1 اكس 0 200 كوساين 45 في 10 سنت، هذا ثابت طلعناه وكملنا. حط 200 كوساين 45 دي تي من 0 ل 10 بطلع معك 200 كوساين 45 في 10، هذا الامبلس، هذا التيرم هو الامبلس، يساوي المومنتم النهائي اللي هو ام في اي 2 او في 2. حسبنا الفيلوسيتي تطلع 14.1. طيب بيجي واحد بقول لو بدي احله على تشابتر 13 او تشابتر 14 مجموع الفورس ايكوال كذا، بزبط بيمشي معي يا بيمشي، بتطلع الاكسلريشن بتقول في تساوي في نوت زائد اي في تي، بيمشي الحال او بيمشي الحال، بطلع معك نفس الجواب. نعم طيب الان المطلوب الثاني بده النورمال فورس، هاي القوه كيف اجيبها؟ هاي القوه بنجيبها من شابتر كمان 13 مجموع F باتجاه الـ A 0 أو باتجاه الـ Y 0 وبنطلع N، لأنه هاي بعرفها وهاي بعرفها وهاي بعرفها وما عندي حركة على Y، هاي بنجيبها. هاي طريقة. الطريقة الثانية بدان بتعامل مع مومنتم، بقدر أتعامل مع مومنتم، بقدر simple. تعال على Y، هاي الـ Y M Y 0، إذا نبلش في الـ 0 M الـ V Y الابتدائية 0 Y النهائية كمان 0، إذن صفر صفر لأنه ما في حركة على واي. طب الإمبلس يساوي عندي ثلاث قوة، قوة 981 للأسفل وهي هيها سالبة 981 بعشرة زائد 200 صاين 45 في عشرة اللي على الواي زائد N C في عشرة يساوي صفر، تطلع N C 840. ولو شلنا تي اختصرناها من كل المعادلة تطلع معانا الإكواشن أوف موشن، مجموع الفورس إيكوال أم في أي وتساوي زيرو، نفس الشيء. إذا صار في عندي أكثر من طريقة في التعامل. طبعا هذا الحكي ما بنطبق على الكل، هذا فقط لغايات أنه مثال للتسهيل، هذا مثال سهل فقط عشان يوضح لك كيف نطبق على معادلات المومنتم إكواشن. هاي عندي الجسم كان ومتوقف، هاي المومنتم الابتدائية زائد الامبلس، الامبلس عندي ثلاث قوى تم تطبيقها في عشر ثواني اللي هو الوزن وان سي والقوة 200 يساوي المومنتم النهائي. إذن هذا اسمه مومنتم دياجرام، مومنتم دياجرام، وهذا اللي بالنص اسمه الامبلس دياجرام. لاحظ كاتب لك انه ممكن تستخدم الايكويشن اوف ايكوليبريم اف الواي ايكوال 0 جيفز ذا سيم ريزلت اوف ان سي، اتس اوكي. احنا حكي حكي
في أي سؤال شباب على هذا المثال؟ شوف مثال ثاني. المثال الثاني بيشبه المثال الأول ولكن في تغييرات. شو هن التغييرات؟ إنه كانت القوة أفقية صارت مائلة. بفرق معنا؟ بفرقش. إحنا بنتعامل مع فيكتور. طيب، كانت تحكي بالاس اي يونت قلب على البريتش يونت، كمان ما بتفرق معنا، احنا بنعرف بس ايش بنوع، هذا تنويع. كان ماشي على سطح املس صار ماشي على سطح خشن. بفرق معي؟ كمان ما بفرق. القوة كانت ثابتة، هسه القوة قد لا تكون ثابتة. هيها القوة كانت وراء في السؤال اللي قبله، هيها 200 نيوتن، القوة هنا 20 تي، فانكشن اوف تي، بدنا نكاملها. إذا الفكرة نفسها مع تنويع، مع تنويع في التطبيق. خلينا نقرأ السؤال. إذا في عندنا صندوق قاعدين بنشده أو بنجره في قوة بي، وهي القوة بي اسمها 20 تي، يعني في اللحظة التايم زيرو كانت قيمتها زيرو، لما كانت التايم 5 سكند بتكون 100 نيوتن. وهل مجرة كل ما زاد الوقت بزيد الفورس بي، وفي فريكشن. يقول لك 50 باوند كريت. ايش باوند؟ يعني وزن، معطيك الوزن مش الماس. طب لو بدي الماس، ايها 50 على 32، ايها الماس، ايها الماس، انتبه. إذا the crate shown in the figure is acted upon the force having variable magnitude. إذا متغيرة قيمتها 20 pound. Where t in the second determine the crate velocity 2 second after p has been applied. بعد ثانيتين من تطبيق b قديش السرعة؟ السرعة ل الصندوق. نفس الفكرة، بده السرعة. The initial velocity معطيك إياها مش صفر، معطيك إياها V1 3 feet per second. قايل لك The initial velocity، لو قال لك start from rest بتقول V1 0، بس ما قال لي start from rest، قال لي The initial velocity is 3 feet per second down the plane. The coefficient of friction between the crate plane mu k is 0.3. حددنا، إذا ملاحظين، هاي الجسم عليه قوة F أو P، عليه الوزن 50 باوند، عليه رد الفعل NC، وعليه الفريكشن عكس اتجاه الحركة 0.3 NC. هاي القوة اللي عندي، هاي كل القوة اللي عندي بتعمل امبلس أو بتسوي امبلس. عندي البي بتسوي امبلس باتجاه اكس، هشوف الاكس وينه وشوفوا اتجاه الواي. وايضا في مركبة من الفريكشن على الاكس، وفي مركبة من الوزن على الاكس، على الواي ان على الواي، ومركبة الوزن على الواي. خلينا نشوف شو سوى. 50 على 32.23، هاي ام اكس ام في اكس 1، ايها 3 متر في الثانية. زاد القوة كلياتها نجمع 20 تي دي تي من 0 ل 2. 0.3 ان سي ما فيها تكامل لانها كونستنت، مضروبة ب 2 مباشرة، كاملها اضرب ب 2. والوزن مركبته على الاكس 50 باوند ساين 30 في 2، هذول الثلاثة كليات اسم من الامبلسز فورسز، الامبلسز فورسز باتجاه اكس يساوي ام 50 على 32، لا ننسى هاي معطيك الوزن هون، ضرب في 2
كله معروف كامل طلع معاه رقم، هذا رقم ما عدا الفيلوسيتي 2 مش معروفة، وما عدا انسي مش معروف، انسي مش معروف. اذا صار عندي معادلة فيها مجهولين بروح على الواي اكسس، يا بروح على المومنتم ايكويشن على الواي، او بروح على الايكويشن اوف موشن، ذا سيم ما عندي مشكلة. هالمرة هاي وين رايح؟ رايح على الايكويشن اوف موشن كان بي ابلايد، نقدر نطبقها، واللي هي لو كانك ضربت ان سي في 2 و50 كوساين 30 في 2 ايكوال 0 نفس الشيء، هاي بتكون اسمها المومنتم. شلنا انتي صارت عندنا اف الواي لانها اصلا جايه منها ناتج عن تكاملها، وبما انهم كونستنت ما في مشكله. اذا ان سي للاعلى ناقص 50 كوساين 30 ايكوال 0، ان سي تطلع 34.3. عوض في المعادله الاولانيه هاي اللي فيها مجهولين، بطلع معك مباشره ال V2 44.2 فيت بير سكند سكوير. طيب بيجي واحد بيقول أنا بدي أحله كمان هذا السؤال على شابتر 13 بحيث أنه مجموع F باتجاه X M A X ويطلع معاي التسارع باتجاه X، وطلع معاي التسارع function of T. ورحنا على شابتر 12 على الكايناماتيك وقلنا دي في تساوي اي دي تي وكملنا، بطلع معنا نفس الجواب. بطلع معنا نفس الجواب. اذا الامور متداخله، نعم متداخله، وان يونت يس ات از وان يونت، لكن احنا بنعرف البرنسبل اوف مومنتم اند امبلس لانه في ما بعده، في أن التصادمات بيعتمد على هاي القانون، لكن هذا الآن إحنا لسه في مرحلة التعريف، وهذا الكلام لما بتجي أنت بتشتغل في أكثر من طريقة وطلع معك نفس الجواب ترتاح، بتحس إنك ماشي في نفس الكونسبت، الكونسبت اللي نشتغل فيه صحيح. ولو إنك اشتغلت في كل طريقة طلع معك جواب شكل، العلم نفسه كله انهار، بطلنا نتفق. إذا أنا بشتغل صح وبطلع معي جواب وأنت بتشتغل صح وبطلع معك جواب بيختلف، معناته في شيء غلط، واحد منا واحد منا لازم غلط، إذا اثنين صح لازم نفس الجواب. ما بدي أزيد اليوم، بدي أتوقف لغاية هون، وإن شاء الله في المحاضرة القادمة نكمل. مين إلو أي استفسار عن محاضرتنا اليوم؟ مين له أي سؤال؟ طيب بس بالآخر إشي بدي أحكيه، زي ما إحنا ملاحظين إحنا لغاية الآن نتعامل مع particles بعد ما تعاملنا مع جسم إله أبعد، هذا آخر chapter نتعامل مع particles. chapter 16 راح ندخل على الكينيماتكس فور ريجيد بودي، نتعامل مع اجسام مع اوبجكت. نرجع لشابتر 12 لمين؟ للريجيد بودي مش للبارتكلز. و13 ايكويفالنت له 17 اللي هو الايكويشن اوف موشن، و18 الانرجي ايكويشن. لذلك هذا الشابتر اخر شابتر في البارتيكلز، واحنا عادة كنا نخلص البارتيكلز نعمل ميت بعدين نبدأ بالموضوع الريجيد بودي واللي هو موضوع الفاينل. على كل حال عشان ما نضيع وقت لازم ننهي هذا الشابتر، لأن المادة اللي قدامنا أطول من المادة اللي أخذناها. هسه شباب أنا أخذت غياب، اللي بده غادر يغادر، واللي حاب يسأل يبقى، واللي ما عنده سؤال غادر ما عندي مشكلة. أنا خلصت.